السلام عليكم. أولا تحياتي لكم متتبعي قناة العقارات وأراضي الخير، تبارك الله عليكم. هذا النهار كاين واحد 15 ديال الهكتارات دايرة بالغابة، داك الشيء تبارك الله تبارك الله تبارك الله، الضخامة الضخامة الضخامة. هاد 15 الهكتار فيها 10 ديال الهكتارات مزروعين بالزيتون، الزيتون مازال فرخ كما كتشوفوا، 10 الهكتارات مزروعة بالزيتون و5 ديال الهكتارات مزروعة بالبرقوق. ها تبارك الله محافظة، ها ورقاص ديالها محافظة تيتر. يا الزيتون كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله فيها فاسان كبير ديال الماء، الماء تبارك هنا 24 ساعة على 24 مخدم ديما. كما قلنا 10 ديال الهكتارات ديال مزروعة بالزيتون و5 الهكتارات مزروعة بالبرقوق. فيها فيلا كبيرة مضخمة مجهزة، بيوت الناس ديالها بكل شيء مجهزة. فيها دار ديال الأساس وفيها الكوارع دايره بالغابه، داير جات وسط الغابه، وسط الغابه الدخل عندك تدخل وسط الغابه. داكشي ما شاء الله اول مره كنشوف شي فيرما بحال هكذا. نتوما وسط الغابه كتدخل لها بوحده وسط الغابه، ما عندهاش فوار مع ودراها بعدين عليها شي شويه. كما قلنا دايره بالجبال، داكشي غاية البسات كما كتشوفوه مجهزة بالطاقة الشمسية، هانتوما غادي تشوفوها دابا. كما قلنا الفيلا دار الأساس البير الما موجود مجهز بالطاقة الشمسية، ضو دايز غير الفرخ. الفرخ مزيان الضو واصل. واه تبارك الله دايزو الضو فيها، فيها الكوارع، فيها الدار الأساس، فيها فيلا كما قلنا محفظة تيتر 15 ديال الهكتارات. هانتوما الزيتون ديالها كلشي بالكوتا كوت. شوف شحال ولد هاد العام تبارك الله، شوف ها انتم حتى التربة ديالها داكشي. ها التربة مازال واحد الفيديو راه عندي قصير على المدخل الرئيسي ديالها، مازال ماشي نديرو مور هذا البرقوق المدخل الرئيسي ديالها. يعني كيفاش تدخل ما هوان من الدخله. السلام عليكم. ها هي الطاقه الشمسيه ديالها كما قلنا، راه الضوء الطاقه الشمسيه. ها انتما استاذ عبد اللطيف، انا تحياتي متتبعينا الكرام، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتعجبكم، راه داك الشيء فوق المستوى تبارك الله. احنا غاديين بالنسبة للثمن طالبين 550 مليون، قابلة قابلة للنقاش. تحية كبيرة للمتسابقين المخلصين، الناس اللي كتفرج، الناس اللي زارونا، الناس اللي تشوفنا معهم تبارك الله، غير الناس الملاح ماشي شد الويفي في القهوة، شد الجلس في القهوة. وما زال نزيدو لتما التعاليق الخاوية. عندي شي نماذج فيما كان شي فيما حط شي فيديو حاطين عليه.
سير صاحبي شوف لك ما يدعي. عجبك الحال تبارك الله، تفرج وتابع معنا، ما عجبكش هي الحالة صاحبي راه قلب. الله يعطيني رجال الصحة يا خويا. قلب جهة واحدة أخرى أنا ما تساعدها. تحية والتسميح من الناس اللي حتى غير على وجهكم ما كنبغيوش غير الرد. بارك الله عليكم. 15 هكتار. 15. ها الفيلا كما كتشوفوها قدامكم، الفيلا هي هذه. مازال ماشي نوصلوا لها، مازال ماشي نشوفوها ان شاء الله. احنا دابا نمشيو للجهه ديال البرقوق عاود باش تشوفوها، طريق واصله قدرون تدخل بواحد 600 متر 600 بيستا مزيانه داخل الغابة. ها ديال الضخامة فيرما مضخمة. كما قلنا 10 ديال الدارات الزيتون، 5 بالبرقوق، كاينة عاود شوية الكرموس وشريدة ديال الدار منوعة مختلطة. أخرى تحياتي لكم وتبارك الله عليكم. اللي ما مشتركش معنا وبغى يشترك وعجبو هادشي اللي كنديرو مرحبا. اللي ما عجبوش هذا وما عجبو حتى حاجه ديالنا الله يعرض السلام. راهم حيدوه دابا. Thank you.
هو هذا ها؟ فين هذاك اللي دار على هذا ها؟ ها؟ ها؟